في الوقف تتانيث لاسمها جعل، إن لم يكن بساكن صح وصل. قال في الوقف تتانيث جعلها مثل رحمة وشجرة، تتانيث خرج التاء لغير التانيث كالتاء في فرات وأموات يوقف عليها نصب التاء، وخرج بقوله تانيث التاء لغير التانيث نحو أخت وبنت لغير التانيث ليس التانيث، تاء التانيث لا بد أن تسبقها فتحة، أخت وبنت التاء فيها عوض على اللام المحذوفة بارك الله فيك. وخرج المسبوقة بساكن صحيح كجبت وأخت، جبت مسبوقة بساكن صحيح، فإن سبقت بساكن غير صحيح ولا يكون إلا ألفا فنرجع إلى فنقول قناة وفتاة ومصطفى ومجتبى. أنا أقول في الوقف تتانيث الاسم جعلها إن لم يكن بساكن صح إذا وصل بتاء صحيحة مثل تتانيث الاسم، خرج التاء الفعل مثل قامت وقعدت تتانيث الاسم. وقل لا في جمع تصحيح، قل في جمع التصحيح إبدال التاء هاء، بل أصل التصحيح مسلمات وقانتات، ما ضهاه لفظان أولات هيات كذلك كل تصح، وقل لا جمع تصحيح وما ضهاه، وغير ذين جمع التصحيح وما ضهاه بعكس ذلك، يقل فيه التصحيح ويكثر فيه الإبدال. ومن التصحيح قول بعضهم والله أنجاك بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت، كانت نفوس القوم عند الغصمت وكادت الحرة أن تدعامت. فيه شاهد آخر اقتران الخبر كاد بأن، وسمع من كلامهم يا أهل سورة البقرة، فأجاء بعضهم ما أحفظ منها ولا آية، وسمع من كلامهم بالعكس كذلك إبدال التاء هاء في جمع مؤنث، دفن البناه من المكرمات، ووقف بعضهم فقال هي ها، وقال بعضهم كيف الإخوة والأخوات، أكل على قولهم. وقال لها جمع التصحيح وما ظهر، وغير ذيني غير جمع التصحيح وما ظهر فهو بعكس ذلك يوقف عليه بالهاء. والرسم العثماني تقف على المرسوم، إن شجرة الزقوم تقول إن شجرة امرأة نوح تقول امرأة، قال ابن بري فصل وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف، وما من الهاءة تاء مبتدأ، وما من المفصول لفظ المفصلة، واسلك سبيل ما رواه الناس منه وإن ضعفه القياس، وإن ضعفه القياس. أقرأ ها؟ وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخره، الفعل المعل بحذف آخره بناء أو جزما يوقف عليه بالهاء، تقول في أعطى الأمر من أعطى تقول أعطي، تقول أعطه، وتقول في لم يعطي لم يعطه بالإسكان، وهذا جائز واجب. لكن إذا كان الفعل بقي على حرف واحد كما لو أمرت من وقاء مفردا تقول قه، ومن وعاء إه، ومن وشاء شه، أو بقي على حرفين أحدهما زائد مثل الأمر من وعاء تقول لم يعي، القصر المطالع من وعاء تقول لم يعي، أيضا واجب لأن اللفظ بقي على أصل واحد الياء زائدة. نقول وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعطي مثلا، وليس حتما واجبا فيما وليس في سيما ما كعي أو كيعي مجزوما، يعي مجزوم واجب لم يعي فراعي ما رعوا. ثم قال وما في الاستفهام إن جرت، خذي قريبها، ما الاستفهام إذا جرت يجب حذف ألفها، هذا إذا لم تقدر تركيبها مع لا، فإن قدرت فلا حذف، تقول على ما لا تلوموني على ما لا، لا يحذف ألفها، الحذف لا يكون بالحشم الألف ما وقعت حشوا على ما لا، الألف وقعت حشوا على ما لا، ركبت ما ولا،
قاعد تقول بسم الله الرحمن الرحيم شيء غير زحل ما في الاستثناء. قال عز وجل لما تحاجون لما تقول لا تفعلون عما يتساءلون وأولي هذا ينتقل قل عليها بلا فتقول لما وعما وبما لكن الوقف ولا بلا ليس واجبا لأن حرف الجر يتحد معها ويكثر البنية لكن إذا كانت مجرورة باسم يضيف إليها حرف واجب تقول مجيء ما جئت مجيء ما ما مجرورة بمجيء لأنه أضيف إليها مجيء شيء مستقل وما شيء آخر الكلمة أصبحت على حرف واحد يجب هنا عليك أن تضع لها تقول مجيء ما هو قول بالمالك اقتضاء مقتضى تقول زيد اقتضاء مقتضى اقتضاء منصف وجيد أو فاجر اقتضاء مقتضى اقتضاء ما معقوله وما في الاستثناء خرجت الموصولة والشرطية والمصدرية لا يجب هذا فيها تقول على ما اعتمدت تقول اعتمدت أو صدقت صدقت بما صدقت به صدقت بما موصول وشرطية بما تفرح أفرح بما تفرح شرطية ومصدرية تقول عجلت مما تكرم زيدا وكذلك خرجت خرج بقوله وما بإن جرت إذا كانت مرفوعة تقول ما هذا مرفوعة أو منصوبة ما صنعت كلها مفهوم الكلمة وما في الاستفهام خرج منه كل هذا وابن مالك اختصارات وراء رجل قال وما في الاستفهام جرت حذيفة وأوليها وليس حتم في سوى ما كعب في سوى ما انخفض في سوى ما انخفض باسم خرج المنخفض بحرف تقول لما فعلتها تقول لم ولما ولم تقول لما أما إذا كانت مجرى باسم فلحاق لها واجب وليس حتما في سوى ما انخفض باسم كقولك اقتضاء أم اقتضاء ثم قال ووصل للهاء يجلس بكل ما حرك تحرك بناء لزماء هذا البيت زائد بالألفية مأخوذ من الكافية وصل إلى يجز جائز وصل إلى بكل ما حرك تحرك بناء لازم فتقول في كيف حالك كيف هند من هي من هي